بيان فيكم خصوصا فيسبوك. كنت طلع لكم واحد الاشهار غريب شويه كيبان فيه حكيمي اشرف حكيمي اللاعب ديال بي اس جي ومنتخب الوطني ديالنا. فين كيبدا داك الاشهار بالاخبار ديال دوزام كتقدم ان النجم المغربي جاب شي حق الحلم ديالو بانه يعاون كل شيء والشباب باش يديروا فلوس بانه يتريشارجي واحد لابليكاسيون. مورا كيدوي هو من باريس مصوته بالدارجه وفي الاخر كدوي احسن بن علوش اللي بدلوا ليه السميه اللي هي واحد الانفلونسور معروفه رجع بحال خدا التطبيق ولا لاباس عليه. عارف ان الاغلبيه فيكم غادي تخدعوش بهذا الاعلان ولكن راه منصه ديال فيسبوك سمحات بانه يتبوستا وكاين بزاف اللي تيقوا. فرا الموضوع اكبر من مجرد الاشهار، هي كيفاش كيديروا ليها وتا اللي يقدروا يوصلوا خاصك تاخذ الحذر. داكشي علاش انا درت هذا الفيديو خصوصا باش نلقاو نظره على كيفاش كيديروا ليها تا اللي تقدر توصل لها طرق الخداع فين كاينه واش كاينه في الصوت في الفيديو في الصوت والفيديو في الصوره باش عندنا نظره عامه. بالمقابل نطلب منكم تخلي معك شي لايك شي كومونتير زوين ونخليكم مع سبونسور جديد لاي واحد منكم يقدر ياخذ من عنده 100 درهم دابا دابا الا وهو ساندويف اللي ديجا يقدر يكون خرج لكم شي ممثل مغربي كيدير لهم اشهار. ساندويف هي واحد لابليكاسيون كتمكنك من انك تصيفط الفلوس من اسبانيا فرنسا الالمان بلجيكا طاليان الانجليز امريكان وكندا ركزوا معايا الدول بثمانيه للمغرب ماشي العكس، يعني من الدول اللي كنتي ساكن فيهم وهما اللي كتركزوا فيهم اغلبيه المغاربه للمغرب. يعني الا كنتي طالب ولا شخص خدام في هاد البلدان وبكل بساطه بغيتي تصيفط فلوس لداركم وكتوحل ولا كيقطعوا لك بزاف ملي كتصيفط كتبقى ساندويف هي احسن خيار ليك، خصوصا اننا على ابواب رمضان. اللي مزيان في ساندويف هو انك كتصيفط فلوس من بلاصتك وفي الحين فين الشخص اللي صيفطت ليه الفلوس كياخذهم في البلاصه عند اقرب وفاكاش ليه. زيد عليها وهذا هو الكادو ديالكم انك الا استعملتي الكود برومو ديالي فاروق ملي تبغي تصيفط غيزيدكم 100 درهم على داكشي اللي صيفطتي، هذا كادو ليكم. صوت تلقاو ليا باش تريشارجيوها في الديسكريبشن ما تنساوش تستعملوا برومو كود. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله باش نعرفوا شنو تستعمل في الاشاره اللي بان فيه اشرف حكيمي خصنا نعرفوا شنو هو الاي اي او الارتيفيشال انتليجنس الا وهي الاداه اللي كتمكن لي ماشين يتعلموا من التجارب باش يقوموا بمهام مشابهه للبشر. ما بين ابرز الامثله الذكاء الصناعي وتلعب شطرنج مع كمبيوتر كيحرك الذكاء اللي عنده ولا الطوموبيله كتسوق راسها. زيد عليهم حتى لي بروغرام ديال التصاور ديال الفيديوهات الصوت الى اخره اللي كيديروا داكشي اللي كطلب منهم. نبقاو في لي بروغرام ديال التصاور فوتوشوب مثلا ولا في واحد لوتي ديال الاي اي ديال ارتيفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي فين كتحط ليه التصويره كتقول حيد الحوايج ديال هذا الشخص ولا هذا الانسان هادي كيحيدهم لها كيرجعهم عريانين فين كيبانوا بلا حوايج بحال بصح مصورين بلا حوايج واخا هما في الصوره الاصليه راه بحوايجهم. هاد القضيه كانت نوضت الروين هادي شي اسابيع من ولا كلشي خايف على راسو ولا يحطوا عريان ولا يحيدوا ليه حوايج خصوصا البنات بداو كيبان في انستغرام فيسبوك ولا كيحيدوا كتصورهم كيارشيفيهم خوفا من انهم يشدوا شي واحد عنده فوتوشوب وحيد لي حوايجه ويحطها واخا هي ماشي حقيقه ولكن بغاو يتفاداوها. وكابرز مثال لهذا الشيء مشي واحد اشهر مغني في العالم تايلور سويفت كان صيبوا لها تصور عليها بالاي اي عريانه. هي بيان سيغ راه عندها حجرات المحاميه مشات تبعت قضائيا دوك اللي داروا داك الشيء ومسحت جميع التصور من كاع لي بلاتفورم اللي كانوا خرجوا عليها. تخيلوا معايا دايره اشهر مغني في العالم فما بالو كانت شي ولا شي واحد اخر. من غير الاي اي ديال الفوتوشوب ولا التصور عندنا حتى الاي اي ديال الاغاني في مؤخرا وليتو كتشوفوا كياخذوا صوت ديال شي شخص ماشي اغنيه وكيولي هاد الشخص هو اللي مغني الاغنيه. مثلا كيبان لك رونالدو كيغني بيبي غانك ولا كيغني شي اغنيه ولا كيبان لك شاب العربي كيغني سنترال سي 100 كاينين دي بروغرام لهادشي وفابور من غير تكون كيبانو فيك ولا مونتاج كاين اللي كيصايب اغنيه بصوت ديال المغني بلا ما يكون هو غناها في الاصل. يعني مثلا الشاب العربي اللي كيغني لك سنترال سي هذوك الكلمات ديجا قالهم شي واحد هو عاود بصوته ولا بروغرام عاود بصوته دابا كيشدوا صوت مغني وكيخليوه يغني اللي بغاه الستيل ديالو. فراه خرجوا 10 الاغاني اللي داروا بوم وتشهروا عبر الاي اي وما ليهم ما داروا فيهم والو. نعطيكم مثال كباد باني عنده اغنيه ضربه شي 19 مليون فيو عبر الاي اي. عندك واحد الفيت ما بين دريك و ذا ويكند اللي يومي مسحوا فيه كيقيمان ديما. عندك اغنية ديال ترافيس سكوت الى اخره. في المواقف ديال الفنان هنا كتنقاسم كل اللي كنتاخذ كليه الاي اي كيقولوا خلينا نديروا خدمتنا حنا كفنانين وكل اللي كيخلي الاي اي هي دير شي اغنيه ولا شي تراك تنجح كيجي هو كيعاودو وكيدير بوم. دوك حتى الساعه عرفنا انك تقدر تاخذ اي تصويره تحيد منه ولا تضيف لها اللي بغيتي فوتوشوب اي اي. زدنا عليها انه حتى الصوت اما انت تكري بصوت شي واحد هضره ولا تبدل هضرته ويقول هضره واحد اخر. يعني حنا عندنا دابا الصوره وعندنا الصوت دابا نمشيو لديك الصوره الا بغيتي تتحرك وتقول داكشي اللي بغيتي بالصوت كيولي عندك ديب فيك هذا نيفو اخر وصعيب ترجع برو ولا تخليه يكون يبان
بروفيسيونيل لما كانش عندك بيدجي كبير كيديروها في الافلام ديجا. هي انت كتخلي واحد الشخص يتحرك ويقول شي حوايج ما كانوش في الحقيقه ولا في الاصل بصوته وبصورته. وهذا الشيء بالضبط اللي داروا مع حكيمي، عا هو ما بانش بروفيسيونيل بزاف باسكو ما انفيستوش فيه فلوس بزاف. داروا المذيعه ديال دوزيام حاولوا يسرعوها، واحسن بالعلوش حتى هي اللي تايبان لك شويه فما ماشي تلام. عا هو باش تصدق لك هاد القديم 100% خاص الروبو ولا الاي اي مثلا. بغيتي يخرج لك الصوت ديال حكيمي كتدربوا على عشرات ومئات الفيديوهات كيبان فيهم حكيمي كيدوي، ان شاء الله يتعود يخرج لك لاصقه. بما ان حكيمي ما عندوش بزاف لي زانترفيو ولا ما كيدوش بالدارجه بزاف، دونك ديما تخرج خرج لك شويه مخربقه. خاصك تعطيه الماكسيموم دي كونفرساسيون بصوت حكيمي بالطريقه اللي كنطق بها باش يخرج لك احسن ريزولتا. داكشي علاش المقدمه ديال دوزيام خرجت امبيكابل، لانه بزاف د المقاطع عليها اما احسان ولا حكيمي ما عندهمش عليه. الشخص اللي صايب الاشهار كل ما عطيتيه كثر كل ما ريزولتا غيكون مثالي. كما قلت لكم كاينين دي بلاتفورم فابور كيديروا هادشي كريلي بالخلاص، غالبا هذا يكون خدا بلاتفورم فابور. وهنا بغيت نذكر بواحد جوج ديال لي ديب فيك اللي كانوا داروا كانوا خدعوا بزاف الناس. الاول هو ديال ايلون ماسك، كان صايب كان كلشي كيقول اول شتي بصح ولا كذوب. And you start getting to these what I call local maxima. This is deep fake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch. والثاني هو ديال جوزي مورينيو اللي حتى هو كيبان في الاصل. دايا بوناسيرا مورينيو. دايا روما. ايه دايا دايا سي. Sono arrivato a Roma. Eh. Ho detto dai. Eh sì, ha fatto questo saluto. Era Roma? Sì. Fatto 22% in borsa. È vero. المهم اهم حاجه وانا صالح عطيك يحاول ديما تركز على جهه الفم ولا فين كيدوي والصوت وحتى الكونتكست. واش لوجيك او حكيمي غير يجي يصيب لك ابليكاسيون باش ينقد المغاربه؟ ما يمكنش. ما حدنا عرفنا هادشي كامل، اجيو نرجعوا للاشهار ونتفرجوا فيه مجموعين ونحاولوا نشوفوا المغالطات اللي فيه. اوكي اجيو دابا نتفرجوا فيه. سوري اخوان قدرت دبر على الفيديو اللي كان كيتبارطاجو، ودابا غنرياكتو عليه بجوج ونشوفوا الاخطاء اللي كاينين فيه باش نتوما تحضروا راسكم. صندروا الكاسك ديالنا ونبداو. اول حاجه كنشوفها هي المذيعه ديال دوزيام. واش فلاسك عندها جوج ديال لي مايك؟ ما عرفتش. المهم زاد اللوغو دوزيام هنايا ودي المودي اللي كتكون. اوكي حاجه اللي غريبه هي هنا الحروف ما متناسقينش، ما عرفتش علاش. هذيك اللي نقدر نخدم عليها على اي كره القدم الشهير اشرف حكيمي قد اطلق تطبيقا. الصوت هو هذاك، ها هو فما ما كيمشيش بيرفكت. شوف فما لاحظته وهنايا او اشرف حكيمي طلق اشهار. علاش دايرين تفار ديال البنت وبنت هي اللي كتلعب بالفلوس؟ عيد المغاربه على الثراء تطبيقي ازتيك ستونز. دابا هنايا اول شيء واحد راك شي فان ولا شي طوموبيل، و هي فرنسا ديال باغي نورمالمون حيت هنا غيبان لك عاوتاني لاك دو تريومف. ولكن هذا راه ماشي عارف المهدر، وجهه كامل مبدل، راه حطوا وجه حكيمي في بلاصه وجه شي واحد اخر. شوف هنا الملامح فين كيشوف الشعر، هذه كامل تمشي هذيك. شوف سيكون محدودا في الوقت وسيعمل لمدة 30 يوما تماما بتحميله وتصبح أثرياء. شنو ندير لك أشرف حكيمي مع أصدق؟ دابا ديال الأبليكاسيون اللي قال لك باغي يدير معاه مزيان مع المغاربة. سنشوف نشوف واش كاينة في أب ستور اللي تنقلب عليها بالله. بعدا أصدق ستونز، أصدق هما دوك الحضارة، أصدق سبونس ديال بيرو ولا ما عرفتش دوك جوه المكسيك بيرو، ما عندها حتى شي علاقة بالمغرب. علاش أصدق ستونز؟ والله إلا كاينة ولكن انتو هنا كاتبين ليك لابليكاسيون فيها الريفيوز اللي نقدر نوريوك. ديفلوبر هو مارك فلتر، عنده لعبه وحده هي هادي تاع سكام كيدي. دابا حكيم غيكري لك اللعبه ديال هادو ديال الاستيك باش يربحك الفلوس. مشهور بمساهماته الخيريه. هنا كاتبين ليك واحد البلاتفورم، هادي ستيك وهادي سبونس نقلوها منهم بغا يديروا في حاله. انه تجاري حتى حلمه في اثراء واش كاين شي حاجه غتدخل يكتبوا الكازينو زايد 1000 درهم زايد 2000 درهم ممكن من المغاربه خلال ال 30 شحال حاط لك انا؟ حاط لك جميع الاوراق اللي كاينين في المغرب. 60 مليون. شحال تخطر هاد الخطه هادي خدامها من شي فلوغ ولا شي صحافه ولا كذا؟ انا سعيد جدا بنتيجتنا. كذوب المصرية اصلا اللهجه المصريه نتيجتنا كذا باينه كذوب اللي غان. في الوقت الحالي اوتوبيس خضر ديال فرنسا قمنا بدفع اكثر من 10 مليون بالفعل. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق واللعب. اسمي حكيمي غيقول لك دير التطبيق ولعب وحسن حياتك. المهم هادي اللي كل اللي ما كيعرفهاش هي احسن من العلوش، وحده من اشهر لي زانفلونسرز في المغرب واللي عندهم زعما عندها كونتنت زوين. هنا بدلوا لها السميه ورجعوا على انها هي واحد البنت اللي جربت لابليكاسيون وحسنت حياتها. علاء حسنه وانا ترجعوا سميتها علاء حسن. سعيده جدا لانه شوف اما وبعد عمل ايداع واحد فقط بقيمه 10 تمكنت من الفوز بمليون واحد. من 10 شحال قال لك 10 درهم ربحت مليون. التسجيل في ازتيك ستونز ما زال مفتوح. ما نقلبوها دولار وقش درهم وقش وحن الان. كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق والانضمام الى اللعبه. لا تفوت فرصتك لتصبح هذا هو الديفلوبر باين. هذا خونا اللي هذا اللي مفيلمي هنا هذا هو مول الفعله مع اشرف حكيمي.
لا لا سكام كثير على تخوليفة كثيرة لاحظت شوها بين تخوليفة لا من الحروف العربية مش بونس انا هذا شي واحد من برا شي قاوري اللي ما ضبطش الامور مزيان كان يقدر يرجع شي بلو بروفيسيونيل لما كنخدم عليها منا واضحة خصو في صادي الحكيم كيفاش كتحرك ليها حاولوا مابقاوش تخليو هادشي سكاميكم ويقولبكم اوكي متفقين معايا لاحظتو الضفر ديال البنت في الاول شوي كيقول لكم 10 دراهم ربحت كيستغلو صورتو عند البنت اللي ديجا معروفة حتى هي يا المذيعة ديال دوزيام اللي كلشي عارف ملاحظتو كيفاش كتحرك على اينا بين كدو كخلاصة حاول ديما تخدم دماغك داكشي كولوجيك كيف ما قلنا كيفاش حكيمي يدير لك فيديو من وسط الفيرساي ولا هادي بلاص ما يفيلمك شي حاجه بروفيسيونيل ديال الاشهار ويبان لك فمك تحرك تما واش هكا مقاد وعلى دوزيام شويه داكشي مخربق دونك اللوجيك دونك حاول تشوف مع اللوجيك وشوف واش فمك كيتحرك ناتوريلمون ونتمنوا كاع المنصات ديريكت هما يعني فيسبوك كمنصه تعرف تفلتر وتمنع هاد الاشهارات هادو اللي كيضروا ولا كيحاولوا ينصبوا على الناس سواء دابا كان في الفيديو ديالنا كما كان فاروق لا شو شرحت لكم فهمتوا ليا حاجه هذا ثاني فيديو ديالنا ونتلاقاو في الفيديو الجاي تهلاو ليا فراسكم كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا ونيا ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا بلادم جاري معنا فحالنا تزاد فيك